يعني بس أعرج على يعني بعض الأسباب اللي نسيتها. سلمت. فمن ضمن الأسباب وهذه حصلت يعني حصلت يمكن لي شخصية مثلا هذا طبعا مثال مثلا أبو فيصل مثلا قال أبو ملفي مثلا سلفني ولا كفلني أنا رفضت لأسباب أبو فيصل مثلا ويكرم أبو فيصل عن الشيء هذا زعل مني وقام يتكلم في المجالس والله جيت أبو ملفي وسود الله وكذا 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 ليه؟ عشان ما كفلني أنت أبو فيصل ترى أخطأت مثلا وهذا طبعا مثال أنه قال أبو فيصل يكرم أنا أمثل ترى فما ينبغي وأنك تتكلم أو ذي غيبة أو سخرية أنا مثلا ما كفلتك لأسباب أذكر عندنا قصة حصلت عندنا في البيت أخوي أبو أحمد الله يطول عمره هو أستاذي كفل واحد من أقرب الناس ما سدد أخوي أبو أحمد 70,000 سددها وهذاك ما سدد ولا ريال جماعتنا أمي أم خلف الله يطول في عمرها ويشفيها وتسمعنا الآن وتابعنا وتدعينا ترى الله يطول عمرها أسأل الله يطول في عمرك يا أمي وأنت والله تاج على رأسي فقالت الوالدة جمعتني أنا وأبو أحمد وأخوي أبو خالد قالت ترى أخوكم خلف حصل له كذا كذا تراني حلفت عليكم ما تكفلون أحد قلت الحمد لله هذه نعمة يمه أيوة. كل من جاء عدل سبين ها أي كل من جاء قال اكفلني يا أبو ملفي في كذا في كذا قلت والله أمي حالفة لا يمكن أن أعصي أمي فسلمت لذلك أنا أقول لا تزعل يا أخي أنا لما رفضت أني أكفلك أو ما أعطيك مبلغ مثلا أبو ظافر قال سلفني يا أبو ملفي مثلا 10,000 دراني متقاعد وجاتني التقاعد حقتي مثلا جات قبل أيام وكثر المتصلين والناس اللي إيش مصالح دنيوية جابوا ظافر قال أبو ملفي ما شاء الله أنا نزلت حقوقك فوق 100,000 أو 150 أبي لي 10,000 قلت والله يا أبو ظافر أنا والله أعتذر أنا علي حقوق وعلي ناس فزعل علي أبو ظافر ما عاد سلم علي وهذا خطأ لابد أيضا أن تكون أنت يا أخي في بيتك أو عند عيال عمك وعيال خوالك لابد أن يكون لك لمسات ذهبية صحيح بالتواصل ولا وليس بالمقاطعة ولا يعني يكون لك أثر بكلمة وزلة ثم انهجر وقطيعة في رمضان هذا اتصل علي رجل طبعا بصفتي ولله الحمد هذا فضل لي وأعتبر شرف قال يا أبو ملفي ترى في فلان وفلان لهم الآن تقريبا 7 شهور ما يسلمون على بعض تعرفون كم أعمارهم؟ أعمارهم واحد عمره 84 والثالث 83 ما بينهم إلا سنة قلت أنا يصير خير يوم جاي يوم العيد عندهم عشاء قلت فرصة أروح أسلم عليهم بعد المغرب وإن كانهم لزموا على العشاء قلت أنا بتعشى بشرط عشان أحل المشكلة يا سلام والله أول ما جلسنا وكذا وجنبي واحد من العيال كيف الحال وش أخباركم طيبين من عيد عليهم وشون عمك قال عمي طيب والحمد لله وأبشرك جاء وسلم على أبوي قلت متى قال اليوم قلت الحمد لله يا سلام يوم العيد هذا سلموا على بعض فالحمد لله يا سلام من أسباب العلاج أيها الأحبة في الله والأخوة المشاهدين وأنا هذا ترى كلامي عام الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يخاطبك أيها المؤمن يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعا إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه أو تنهى عنه لابد القرآن أن نربي أنفسنا مع القرآن الله سبحانه وتعالى وأنا أقول رسالة لمن بينهم هجر وقطيعة بعض الناس مع أبوه أنا دخلت مع واحد مع الأب والله قاعد تبكي أبوك يا أخي لو يقطعك تقطيع ما تقول شيء لو يأخذ من حلالك واحد ما يسلم عليه أبوه هو غلطان طبعا لسبب تافه لا أريد أن أذكره لأن كلامي ترى هذا عام يا أخوان لذلك أيها الأحبة في الله نقول أبوك خط أحمر أمك أخوانك عيال عمك جميع جيرانك انتبه يا أخي كذلك الأخوان يعني بصفتي يعني في الإصلاح إذا أردت أن تصلح بين اثنين يا سلام كمثال الآن مثال أيوة. الآن أبو محمد وبعيد عن ذلك وأبو فيصل بينهم هجر أجل أبو محمد وأقول له ترى أبو فيصل يقول أنا إن شاء الله بسلم عليه وإني أخطيت يجوز الكذب صح يجوز الكذب في الإصلاح بين الناس وأبو محمد وأبو فيصل يقول عفى الله عما سلف وأنا اللي غلطان أنا واللي غلطان أنت سعيد لكن إيش يعني عشان نفتح صفحة جديدة واروح لأبو محمد وقول نفس الحكاية ترى أبو فيصل كذا عشان أقرب بينهم لأن الشيطان مثل ما ذكر أخوي سعيد ترى الشيطان يكبرها والله يا واحد أنا جيته كبير في السن يقول والله يا أبو ملفي لو أشوف أخوي شايلينه على 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 النعش للقبر والله ما سلم عليه لأن الشيطان إيش يكبرها أصبح أخوه مثل اليهودي نسأل الله السلامة وهذا أخوك يا أخي أخوك ولد عمك يمكن للأسباب اللي ذكرنا أسباب تافهة جدا لكن الشيطان يكبرها ويخليك أكبر عدو يمكن أكبر من اليهودي والنصراني نعم. اللي أخوك هذا فلذلك لابد إيش أن نقرب وجهات النظر أيضا عندي قصة قديمة مثلا مثل ما ذكر أخوي الشيخ سعيد يأخذ مفاتيح المسجد واحد يصلي في طرف المسجد يمين والثاني يسار وهم إخوان
من رحم واحد ومن صلب واحد. الآن أنت أبو فيصل مثلاً أنا محمد منفي مثلاً، أبوي توفي رحمة الله، أمي كبيرة في السن ما عاد تنجب لو تزودت، ما عاد يبحامل صح ولا لا؟ بيجيني إخوان ولا راح أشتري من حرد بن قاسم بريالين ولا 3 ريال وبعشرة لواحد من الإخوان؟ ما عاد فيه خلاص. صحيح، أخوك هو الموجود معك، لذلك لابد أن تتقرب بينك وبين أخوك. ترى جيوبنا واحدة، جيوبنا واحدة وحلالنا واحد، واللي تبي يا أخوي هذه صرافة، رح أسحب اللي تبغى عشان نصلح ما بينهم يا أخي. فلما دخلت بين هؤلاء، أنا واحد المشايخ جانا في العيد وقلت تكفون عندنا اثنين وضعهم كذا كذا، المهم رحنا للصغير وتكلمنا وافق الحمد لله. جينا للكبير حاولنا معه، حاولنا قام الشيخ وخذ غترة ونطلها. ترى لازم أكون رجاجيل، لو في دم تكفى، ترى تكفى تهز الرجاجيل، لولا ظروف الوقت ما قلت تكفى. الله يغفر لك. وانطل وترتك وانطل على ما قال، وقول الله سبحانه وتعالى يخاطبكم يا أخي بالقرآن. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي حديث واحد، ترى الأحاديث كثيرة جدا، والله من سمع هذا الحديث ولا يتحرك قلبه والله إنه مسكين ونحار من نفسه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح، إذا تهاجر المسلمان وتقاطع فوق 3 ليال ثلاث ومات أحدهما دخل النار. ليه؟ لأن أعمال العباد ترتفع يوم الاثنين والخميس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس. صلوا عليه الصلاة والسلام، يا من يسمعني صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فهو حبيبنا ورسولنا ومعلمنا، هو الآن في المدينة قبره وما حد جلس معه ولا شاهدنا، لكن ونحن هنا في الرياض وأنت في وادي الدواسر أو في الأفلاج أو في الخرج أو في عسير أو في أي مكان، تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام وهو المدينة. ترى هذه نعمة عظيمة، بدل ما تقطع مشوار 1000 كيلو أو 2000 وتزور النبي وتقف أمام قبره، وهذه يعني من المساجد التي يجوز للإنسان أن يذهب إليها، ها، وأنت في بيتك في سيارتك. أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندك مشكلة عندك هم أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد يعني تحمسنا حقيقة، أنا ذيك القصة لا يمكن أنساها لها الآن 15 سنة. المهم وافقوا، يوم وافقوا والله يا أخوان يوم سلموا على بعض دعليقها يتخمون يبكون بكاء. ليش؟ للسنوات الماضية التي إيش التي ذهبت وهم ما يسلمون على بعض، سنين الرجاف. نعم، حتى بعضهم يقول ما عيال سلموا على بعض. والقصة التي وأختم بها، اثنين كانوا مثل متهاجرين وجاءوا بعض المشايخ وأئمة المساجد وحاولوا رافضين، كل واحد عند من الثاني رأسه ناشف. جاء شيخ سبحان الله وألقى كلمة حبوه الجماعة، قال للمؤذن يا فلان عندنا اثنين ما يسلمون على بعض. قال وينهم؟ قال هذا بيت أبو عبد الله وهذا بيت محمد، ما يفصل بينهم إلا جدار. الشيخ هذا سبحان الله أعطاه الله حكمة وعنده يمكن دعوات، أنا أقف هنا في هذا المكان وفي هذه القناة المحبوبة للجميع لوجه رسالة لكل من بينه وبين أخوه المسلم هاجر، ما دمت على قيد الحياة وفوق الأرض تراك بكرة بتدفن. صح، ولا تبكي مثل ما بكى بعض الناس فوق القبر. جينا يا شيخ وش فيك؟ اصبر واحتسب. قال هذا أخوي ما كنت أسلم عليه، يقول والآن أخوي مات الله يبيح ما عاد ينفع، خلاص ما عاد ينفع، طارت الطيور برزاقها. بكرة لحطناك جنبه. إيه نعم، بكرة لا من دفنتن جنبه الله المستعان. ما والله أعمالك تبقى بين السماء والأرض معلقة، ما ترفع لك ولا حسنة لأنك هاجر وقاطع. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول نسأل الله السلامة لا يدخل الجنة قاطع. والله قبل ذلك الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يلعن هذا القاطع ملعون، نسأل الله، وليس من الذين تشملهم الرحمة. الشاهد سبحان الله هذا الرجل موفق، أسأل الله أن يطيل في عمره وأن يوفقه وأن يجعل كل رجل مصلح يعني يوفقه الله سبحانه وتعالى ويسدد لما فعل. ذهب للأول وافق، ثم ذهب للثاني وافق، ثم سلموا على بعض يبكون مثل الأطفال، وأصبحوا الزوجات يسلموا على بعض والأولاد كل واحد مانع من عياله. أنت أبو فيصل وأبو ملفي لا تسلمون على عيال أخوي ولا على زوجاتهم ولا تروحون، ترى اللي بيروح يسلم عليهم ترى لن يسلم عليه. لا إله. 3 سنوات نسأل الله السلامة يصلون ويصومون ويتصدقون وقيام ليل وبكاء مع مفتاح المسجد. ليه؟ يسابق الإمام والمؤذن، لكنه مسكين محروم ومسكين والله أنه ضايع، ما تقبل ولا ترفع ولا حسنة. سبحان الله، تعشوا والله يا أخوان أن هذه القصة حقيقية، وسوف يسألني الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. بعض الناس يقول أنتم بلا قصصين تقولون قصص، يا أخي بعض الناس ينتفع بآية أو بحديث أو بقصة. صحيح. اللي ما تأثر في هذه القصص ترى مريض. احنا منا بقصصين يا اخي، قصة يوسف
في القرآن صح ولا لا؟ صحيح. الله قصها على الله قصها على ارجع للقرآن وهو أكثر القرآن قصص يا قصة شعيب قصة شعيب قصة هود. الشاهد سبحان الله يا أخوان اسمعوا يا أخوان ماذا حصل. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى فتح على قلوبهم وسلموا والزوجات والأولاد. والله بعد 3 أيام أحدهما توفي عليه رحمة الله. لا إله إلا الله. إن شاء الله أنا حسن خاتمة. أسأل الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب. لو مات قبل 3 أيام أخوه أعوذ بالله من شر المصير. أعماله أعماله تبقى معلقة بين السماء والأرض. كنا نصلي يوم العيد في مدينة البديع صلاة الاستسقاء وهذه القصة ينقلها لي الرجل الذي الدنيا وأجدها قدامي أمامي في الآخرة وتنفعني في قبري. يقول سلمت عليه وتصافحنا وفتحنا بيوتنا وقلوبنا. فأقول يا أخوان يا أخوان من بينه وبين أخي المسلم هجر وقطيعة؟ نقول لا تذبح قعود ولا تذبح طلي. افتح بيتك وافتح قلبك افتح قلبك وافتح بيتك يا أخوان يا من يسمعني. هذا القلب نطهره خل قلبك أبيض عن الناس.